نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. فسؤالي سؤال لي ولكم ايها الاخوان الكرام، كيف حالكم مع الله سبحانه عز وجل؟ سؤال مهم لا بد أن تطرحه على نفسك في كل لحظة من لحظاتك، في كل لحظة من لحظات حياتك. كيف حال قلبك مع الله عز وجل؟ كيف حالك مع الله سبحانه عز وجل صاحب النعم الكثيرة والكثيرة جدا، نعم لا تحصى كما قال ربنا عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعم ظاهرة وباطنة أنعم الله عز وجل بها عليك. لكن لما تنظر لنعم الله عليك، اسأل نفسك هذا السؤال: كيف حالك مع الله جل وعلا؟ كيف حالك مع الله جل وعلا وهو يناديك أيها الإنسان، يناديك أيها الإنسان بهذا الخطاب، بهذا الخطاب العجيب: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ كريم سبحانه عز وجل، كثير الكرم، كثير الجود سبحانه عز وجل. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كيف حالك مع الله عز وجل؟ كيف حال إيمانك، إيمانك أيها الأخ، إيمانك بالله جل وعلا؟ هل هو في ازدياد أم هو في نقصان؟ هذا اليوم الذي مر عليك، كم تقربت إلى الله عز وجل؟ كم تقربت إلى الله عز وجل؟ هل زاد إيمانك اليوم أم نقص إيمانك؟ هل سعيت في ازدياد إيمانك أم على العكس من ذلك؟ فتعالوا بنا أيها الإخوان في هذه الليلة في درس آخر أو درس جديد من دروس العقيدة الميسرة، وهي مسألة الإيمان. مسألة الإيمان، ماذا قال أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية، هذه العقيدة التي نذكر دائما أنها مستمدة من كتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن البدع، بعيدا عن الغلو، بعيدا عن التشدد، بعيدا عن التطرف. كتاب الله سبحانه عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوصانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وسنتي، سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. الإيمان تعريفه لغة كما قال كثير من العلماء هو التصديق. آمنت أي صدقت، آمنت أي صدقت، صدقت بأمور أخبر بها ربنا عز وجل وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم.
وأما في الصلاح فهو قول وعمل، الإيمان قول وعمل. وهذا التعريف مجمل يحتاج إلى تفصيل، يحتاج إلى تفصيل. فقال العلماء رحمهم الله عز وجل: الإيمان قول بالقلب واللسان، وعمل بالقلب والجوارح واللسان. إيمان شنو؟ قول وعمل، قول وعمل، قول باللسان، قول باللسان وقول بالقلب، وعمل بالقلب واللسان والجوارح. أما قول اللسان، قول اللسان فهو واضح، وقول القلب، وقول القلب هو اعترافك وتصديقك، هو اعترافك وتصديقك. النبي صلى الله عليه وسلم بشي أمر آمن بشي حاجة أو الله عز وجل فإنك تعترف بذلك وتصدق، هذا قول القلب. وعمل القلب واللسان والجوارح، عمل القلب، عمل القلب هي ديك الحركة أو تحركه وإرادته، تحركه وإرادته. مثلا الإخلاص في العمل، الله عز وجل أمر بالإخلاص في العمل، أي عمل بديره بتخلص فيه وجاب الله سبحانه وتعالى، فهذا يحتاج إلى إرادة وحركة. التوكل، الرجاء، الخوف من الله عز وجل، هذه كل أمور تحرك وإرادة، ليست مجرد طمأنينة فقط، وإنما تحتاج إلى حركة وإرادة. هذا عمل القلب. وعمل اللسان، عمل اللسان وعمل الجوارح. الجوارح فإنها تتقرب بها إلى الله عز وجل، ولهذا الدليل الذي مسأل هذا كامل وقوله صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل فسأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذا قول القلب، تعترف بذلك وتصدق بهذا، تصدق بهذا، تؤمن بالله، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، اليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة. شوف أعلاها قول لا إله إلا الله. الإيمان 75 شعبة، 75 76 شعبة. أعلاها قول لا إله إلا الله، أعلى شيء قول لا إله إلا الله. إذا قول لا إله إلا الله، أنت تقول لا إله، هذا قول باش، قول باللسان، قول باللسان. وأدناها أقلها إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق. كنت غادي في الطريق ديالك لقيتي واحد الأذى، لقيتي أذى، مسائل اللي غتضر الإنسان، غتأذي الإنسان المسلم، بغيتو الطريق غتأذيه، غتشدها وتحيدها، ثم يطوها عن الأذى. ولهذا رجل مر فأخر يعني عودا، علاش؟ قال: هذا يؤذي المسلمين. أخر قال: يا بيضر يؤذي المسلمين، فغفر الله له، لأنه لا تحقرن من المعروف شيئا، ما تحقرش من المعروف، ما تحقرش من الخير، وخيبان لك أنت صغير ديره، قد يغفر الله لك به، قد يدخلك الله عز وجل الجنة بهذا العمل الذي بدا في عينيك أنت صغير. لهذا سبحان الله، تعلم المسألة ما تحقرش من المعروف، أي مسألة تبان لك أنت صغيرة ديرها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة، واخا تصدق هذيك نص تمرة تلقى بها النار. ولهذا أدنى إماطة الأذى عن الطريق، ليس في الطريق ديالك، يحملك الإيمان بالله جل وعلا، إيمانك بالله عز وجل، حبك وتعلق قلبك بربك سبحانه عز وجل. غتلقى واحد الأذى، تأذي المسلمين، تأذي الناس، وتشد وتحيد، هذا شيء تسمى إماطة الأذى عن الطريق، تحيد الأذى عن الطريق، ليش احتجاج، استحجار، استعود، تحيده على الطريق. علاش؟ لأن هذا سيؤذي المسلمين. فهذه شعبة من شعاب الإيمان، هذه شعبة من شعاب الإيمان، وهذه تحتاج إلى ماذا؟ عمل الجوارح. أنت غتخدم من الجوارح ديالك، غتخدم يدياتك، غتخدم رجلاتك باش تربط هذا الأذى. إذا النبي صلى الله عليه وسلم باش يقول لك الإيمان 75 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق.
والحياء شعبة من الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان. الحياء الإنسان يستحيي، يستحيي لا يزني لما استحياء، لا يشرب الخمر استحياء، يصلي يحمله الحياء على فعل الخير، يحمله الحياء على التقرب وعلى طاعة الله جل وعلا. وهذا الحياء لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان، هذا الحياء هو عمل قلبي، وعمل قلبي. لأن الحياء ما تعرفه هو انكسار يصيب الإنسان ويعتريه عند وجود ما يستلزم الحياء. الحياء واحد الشعور، واحد الانكسار يصيب قلبك، فاش تشوف شي أمر أو كيتعرضك شي أمر يستلزم منك الحياء. إذا شوف النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث جمع بين قول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. هذا معنى الإيمان بضع وسبعون شعبة. ويدل على ذلك قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. في الأول فاش النبي صلى الله عليه وسلم هاجر للمدينة كانوا يصلون، كانوا المسلمين يصلون، ولكن إلى أي قبلة؟ إلى بيت المقدس. كانوا يصلون القبلة ديال المسلمين إلى بيت المقدس، حتى نزل الله عز وجل وأمر بتحويل الوجه، ولاو ديك الساعة كيصليو واش إلى الكعبة. فالناس تحرجوا قالوا واش الصلاة ديال واش مقبولة كنت تصلوا إلى بيت المقدس؟ الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال المفسرون أي صلاتكم إلى بيت المقدس. فسمى الله عز وجل هنا الصلاة سماها إيمان، والصلاة اش فيها؟ فيها عمل قلب، فيها عمل جوارح، فيها عمل لسان، فيها المسائل كاملة اللي ذكرناها. أنت باش كتصلي تدير عمل ديال الجوارح، شنو هو العمل ديال الجوارح؟ هو داك الركوع، السجود، القول ديال اللسان، فكتقرا الفاتحة، كتسبح، يعني مسائل كديرها في الصلاة. والقلب هذا أمر كذلك واضح. إذا سبحان الله، الله عز وجل سمى الصلاة إيمان، سمى الصلاة إيمان. إذا الإيمان قول وعمل، قول وعمل، عمل قول باللسان والقلب، وعمل بالجوارح والقلب واللسان. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. تقول الإيمان هو قول وعمل، قول وعمل، ولكن شموله لهذه الأشياء الأربعة، يعني هذه المسائل كامل ذكرناها، لا يعني ذلك أنه لا يتم الإيمان إلا بها. يعني راه ماشي الإنسان ما يتماش مؤمن تيدير هذه المسائل كاملة، فقد يكون الإنسان مؤمنا مع تخلف بعض هذه الأشياء. يقدر يكون بقى مؤمن وخد مسائل، شي مسائل ما دارش من المسائل هذه، لكن ينقص الإيمان بقدر ما نقص من عمله. لكن الإيمان كما سنبين ينقص بقدر ما نقص من عمله. قد ما تنقص من الأعمال ديال الخير قد ما الإيمان ديالك كينقص، قد ما كتزيد قد ما كيتزاد الإيمان ديالك. ولهذا القول ديال قول وعمل هذا هو أهل السنة والجماعة، وهذا هو ما جاء بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من البدع، حذرنا من البدع، لأن البدع راه ما كاينش غير في العبادات، كاين حتى في العقائد، كاين بدع في العقائد وبدع في العبادات، كاين بعض الناس زادوا البدع، زادوا شي مسائل ما كانتش على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات، زادوها في المسائل اللي كنتعبدوا بها الله عز وجل في العقائد كذلك، حتى العقيدة زادوا فيها بدع. ولهذا كاين واحد جوج ديال الفرق مبتدعة وهما المرجئة والمعتزلة والخوارج. هاد واحد الفرق بانوا، هاد واحد الفرق بانوا قديما، ولكن فرق ديال البدعة، فرق ديال البدعة. إلى أهل السنة والجماعة تيقولوا راه قول وعمل، راه الإيمان قول وعمل. أش تيقولوا المرجئة؟ المرجئة فرقة فرقة مبتدعة ضالة. قالوا الإيمان، الإيمان عندهم شناهو؟ هو إقرار بالقلب، وما عدا ذلك ليس من الإيمان. قال لك الإيمان هو إقرار بالقلب، صافي تعترف بالقلب ديالك راك مؤمن، صافي ما دير لا عمل، ما كاين لا قول لسان، ما كاين حتى حاجة، فقط الإقرار فقط، صافي هذا هو الإيمان. ولهذا عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص. عندهم كل مؤمن اللي كيطيع الله عز وجل، واحد الانسان يصلي يقوم الليل يصوم النهار يصدق يدير الخير يبعد عن المعاصي، يشرب خمر ما يزني ما والو، هادشي كامل كيبعد منه،
وكيدير الحوايج اللي كترضي الله سبحانه وتعالى ويطيع الله عز وجل. هذا قال لك بحال هذا بحال انسان يدير المعاصي، يشرب الخمر، يزني، كلشي بحال. لا ما كاين حتى شي فرق بيناتهم، لان كاملين مؤمنين تيامنوا بالله عز وجل. فقال لك يا داك اللي كيطيع الله عز وجل، داك اللي كيعصي الله عز وجل، غير ما يدير شي معصيه تخرجوا للكفر. يعني بالنسبه لهم هما بحال قمتي الليل ما قمتي الليل، صلى ما صلى، عادي كلشي بحال. علاش؟ لان عندهم الايمان اقرار بالقلب، وهذا قول مناقض لما جاء بكتاب الله عز وجل وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هي الفرقة الأولى. قال لك سيدي الإيمان هو إقرار بالقلب فقط. ها؟ إقرار بالقلب فقط. دير المعاصي، دير اللي بغيتي، دير كحلها، أنت مؤمن صح. مؤمن وكامل إيمان. حالك بحال هذاك اللي نهار كامل ويصلي ويطيع الله عز وجل ويقوم الليل بحال. الفرقة الثانية هو المعتزلة والخوارج. اش قالوا؟ قالوا الأعمال شرط في قبول العمل، لأن الأعمال عندهم داخلة في مسمى الإيمان. الأعمال عندهم داخلة في مسمى الإيمان، ولهذا بالنسبة لهذا الفرق هذو اللي دار الكبيرة، دار واحد المعصية كبيرة، اش عندهم؟ الخوارج اش قالوا؟ قالوا كافر خارج من الملة. هاد الناس هذو كيكفروا بالمعصية. كيتسماو الخوارج، هادو معروفين بالتشدد، معروفين بالتشدد. اللي دار الكبيرة صافي خرج من الإيمان، كفر بالله جل وعلا. إنسان زنا صافي كفر بالله سبحانه وتعالى. إنسان هذا هو قولهم. ولكن المعتزلة اش قالوا؟ قالوا ما نقولوش كافر، غنقولوا هو بين منزلة أو في منزلة بين المنزلتين. ما نقولوا كافر، ما نقولوا مؤمن. ما نقولوا كافر، ما نقولوا خرج من الايمان، وما نقولوا دخل في الكفر. اش نقولوا لي؟ شوف تقولوا لي انتم. قال هو في منزلتي بين، ولهذا سبحان الله دائما اهل البدع ديما كلامهم ناقض، غير كلامهم لا يقبلوا حتى العقل. اللي كيبغي يتابع في الدين كلامه العقل ما كيقبلوش ابدا. لان علاش السنه؟ علاش السنه الحمد لله مقبوله والسنه الحمد لله فيها وسط؟ لانك كتوافق ما عليه الناس، تيقبلوها، لأن شي حاجة فطرة، شي حاجة اللي الله عز وجل أمر بها، شي حاجة اللي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. أما فاش تولي أهواء البشر، وكتولي يعني الإنسان شنو مول البدعة؟ مول البدعة بغى يعبد الله كما بغى هو، ماشي كما بغى مولاه سبحانه عز وجل. هاد الناس ديال المرجئة، لأنه بغى يعبدوا الله كما بغاو هما، بغى يديروا المعاصي، بغى يفسدوا، بغى يديروا، فتيقول لك بحال، كيف يفسد المعاصي كيف يدير الطاعة بحال. إذا لانه الله عز وجل قال ومن اضل ممن اتبع هواه. اخطر حاجه هو الانسان يتبع الهوى دياله. ولهذا سبحان الله ديما تقبل الحق، بدعه راه بدعه وسنه راه سنه، معصيه راه معصيه وطاعه راه طاعه. اذا درتي المعصيه ماشي تزين لنفسك المعصيه، اطلب الله عز وجل يهديك ويغفر لك ويتوب عليك من هذه المعصيه، لكن اعترف بانها معصيه واعترف بانها بدعه، واطلب الله عز وجل يهديك للحق ويهديك للسنه ويهديك. اما باش تولي بالهوى ديالك تزين المعاصي تزين البدع، فهذا والعياذ بالله هذا هو الانسان يتبع الهوى، ومن اضل ممن اتبع هواه بغير علم. لهذا سبحان الله هما اهل البدع، تيبغي يعبدوا الله كما بغاو هما، ماشي كما بغى منهم الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا خطر شديد. هذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع، لهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع، وقال وستفترق امتي على 73 فرقه كلها في النار الا واحد. شكون هي يا رسول الله؟ هي اللي انا ما عليه انا اليوم واصحابي. لهذا دائما تبع الكتاب ديال الله سبحانه وتعالى والسنه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. على فهم شكون؟ على فهم الصحابه والتابعين وتابعي التابعين، هذو هما اللي فهموا القران، وهذو اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعاشوا النبي صلى الله عليه وسلم، وعارفين اي مساله على النبي صلى الله عليه وسلم، هذو هما العلماء، هذو هما اللي خاصنا نتبعوهم. ماشي الانسان يخلي على كتاب الله والسنه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم والفهم ديال الاولين وهو يتبع الفهم ديالو ويتبع الهوى ديالو، لا هذا ما يستقيم. ولهذا سبحان الله هذا هو المسلم الحق المتبع لكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. اذا الايمان قول وعمل. الايمان واش؟ قول وعمل. يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه، يزيد وينقص. يزيد واش؟ يزيد بالطاعه وينقص بالمعصية. هذا مذهب أهل السنة والجماعة.
يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. من جبنا هذا الشيء؟ كتاب الله سبحانه وتعالى. إيش قال الله عز وجل؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانهم يستبشرون. وقال الله عز وجل: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. هو الله عز وجل يعني من الإيمان يزداد، يزداد الإيمان. إذا لهذا قال أهل السنة والجماعة: الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولهذا سبحان الله كما قلت في الأول ديما سول الراس باش الإيمان ديالك يتزاد ولا ينقص. الإيمان يزداد باش يزداد بالطاعة. ولهذا سبحان الله هناك أسباب، أسباب ليزداد إيمانك، كاين أسباب بها كيتزاد الإيمان ديالك. ولهذا خاصك تحرص كل الحرص على أن يزداد إيمانك، خاصك تحرص كل الحرص وتعتني أتم اعتناء بإيمانك. لأن الدنيا فيها مشاكل، الدنيا فيها هموم، الدنيا فيها مصائب، الدنيا فيها هموم، ما ينجيك ما هادشي كامل إلا إيمانك بالله جل وعلا. على قدر قوة إيمانك، على قدر قوة إيمانك بتسهل عليك المسائل اللي كانت، بتسهل عليك. ولهذا ما تعتقدش بأن الدنيا راه دار الأمان، دار ديال الكذا، راه دار ديال النصب واللغو. إيش قال في الله عز وجل؟ إيش قال في الجنة؟ لا يمسهم فيها نصب ولا يمسهم فيها لغو. فدل على أن الدنيا دار نصب ولغو. أنت محتاج واحد إيمان، محتاج أنت تقوي إيمانك. علاش؟ باش تعرف تواجه الدنيا دي. ولهذا سبحان الله المؤمن يعيش في هذه الدنيا في أمن وأمان. علاش؟ قال ربنا عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بغيتي الأمن، بغيتي الأمان، بغيتي الطمأنينة، بغيتي الحياة الطيبة، يعني ربنا عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لهذا خصك تعتني بالإيمان، تزيد في الإيمان ديالك باش تعرف تواجه الدنيا وتعيش مزيان في الدنيا. الدنيا صعيبة عن كثير من الناس ويتشكوا من الدنيا ومصائب الدنيا، ولكن تقت إيمانك قوي بالله جل وعلا. لا تشعر بما يشعر به الناس، أنت تتنعم بهذا الإيمان، لك حياة طيبة. لهذا شو سبحان الله، الله عز وجل رتب على الإيمان، رتب عليه أجور كثيرة جدا، فضل كبير جدا. وتدبر كتاب الله عز وجل وستجد ما قلناه. إذا رفعت المسائل أو أكثر بها يزداد الإيمان. أول أسباب معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته. فعلى قدر معرفتك بالله جل وعلا على قدر إيمانك. بتعرف الله سبحانه بأسمائه وصفاته. أسمائه وصفاته. السميع، العليم، البصير. كل اسم، كل اسم تدبره وتعرف عليه. قد ما تعرفت الى اسماء الله عز وجل وصفاته قد ما كتزاد الايمان ديالك. كتعرف واش كتعبد، كتعرف القوه ديال من تعبد، تعرف العظمه ديال من تعبد، تعرف الحلم ديال الله سبحانه وتعالى. امور كثيره جدا. من غتجيب المسائل هذه للاسماء والصفات، الاسماء والصفات. الله سميع، الله بصير، ها وهكذا. فسبحان الله كلما تعرفت على الله عز وجل بأسمائه وصفاته ازداد إيمانك بالله جل وعلا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية النظر في آيات الله الكونية والشرعية. بغيت تشوف، تسرع عويناتك وتشوف هذا الكون ديال الله عز وجل، هذا العظمة ديال هذا الكون، من خالقه؟ الله جل جلاله. شوف هذا الخلق هذا. ولهذا شو الله سبحانه وتعالى شي يقول لك، شو الله عز وجل شي يقول لك: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. بالله عليك، بالله عليك، انت زدتي عويناتك للسماء وشتي العظمة ديال هاد الخلقة، وشتي في الجبال، وشتي في الأرض، تدبرت الأمور، نظرت إلى هذه الأمور. فسبحان الله هذه المسائل أش بتولد لك؟ تعظيم الله جل وعلا، فيزداد إيمانه وترتاح. هذا المشكل اللي أنت هامك، هذا المشكل اللي ممرضك، هذا المشكل اللي مضيق عليك الدنيا، هذا المشكل اللي مخليك بتعصي الله عز وجل، هذا المشكل اللي يأسك من رحمة الله جل وعلا،
انظر إلى ساعة هذا الكون، انظر إلى عظمة هذا الكون. الله عز وجل لا يعجزه شيء في السماوات وفي الأرض. شو هذا الخلق في السماوات والأرض؟ شوف هذه العظمة، هذه فين يبان المشكل ديالك دابا؟ فيزداد إيمانك بالله جل وعلا فيأتي الفرج. النظر في آيات الله الكونية والشرعية، حالة الشرعية، وتشوف الشريعة والشرع اللي جات بها الرسل، وتشوف الشريعة اللي جا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشوف الدين هذا تراه مبنيا على العدل والرحمة. كتشوف الدين هذا كل الناس يرجعوا ليه يعيشوا في الأمن والأمان. بغيت تشوف الأحكام ديال الدين كيف أن بها يعيش المجتمع في أمن وأمان. بغيت تشوف هذه الشريعة كديرة. بغيت تشوف من راسك أنت فاش بغيتي تصلي وتعبد الله عز وجل كتحس براسك وليتي في واحد الأمن، وليتي في واحد الأمان، وليتي في واحد الفرحة، وليتي في واحد السرور. كتقول شو لكل الناس كان يهتدي لهذا الأمر. كل الناس رجع الشرع ديال مولانا سبحانه وعزه كيف يعيشوا، كيف يكون حالهم. سبحان الله. فالنظر في آيات الله الكونية والشرعية مما يزيد في إيمانك أيها العبد المسلم. وثالث الأمور باش يزداد إيمان ديالك شدير أكثر من الطاعات، كثر من الطاعات، لأن كما قال أهل السنة والجماعة الإيمان يزيد باش يزيد بالطاعة. شوف سبحان الله، شوف سبحان الله، تفيق مع الصباح بكري، نوضح الربع ساعة قبل الفجر وتصلي واحد الركعات وتصلي وطلب الله عز وجل وتستغفر وتجي تصلي الصبح في جماعة جيب 27 درجة. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. شوف هذا النار عندك داز، حافظتي على الصلوات في جماعة، كل صلاة عندك فيها 27 درجة، قريتي شوية القرآن، حضرتي واحد المجلس ذكر. كيف بغى يكون حياتك؟ كيف بغى يكون قلبك؟ كيف بغى يكون إيمانك؟ يكون يتزاد. علاش؟ كتجي تعزل الحمد لله، صليت، قريت القرآن، قربت الله عز وجل. علاش صور راسك؟ صور راسك اليوم شحال قريتي من حزب؟ صور راسك اليوم شحال قربتي الله عز وجل من حسنة؟ صور راسك اليوم شحال سبحتي الله سبحانه وتعالى؟ شحال كبرتي الله عز وجل؟ شحال حمدتي الله سبحانه وتعالى؟ اليوم يوم جمعة، كم صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تحبوه؟ ألا تحبوه؟ ألا تود أن تكون غدا معه؟ كم صليت عليه يا عبد الله؟ صور راس محاك، صور راسك، الرواتب، شحال صليت اليوم من الراتبة؟ شحال صليت اليوم من النافلة؟ هذه المسائل كلها كتزيد في الإيمان، كتزيد في الإيمان، قلب ديالك كيتشحن ويتقوى. علاش؟ تطيع ربك سبحانه وتعالى. كل طاعة يا طاعة تقربك، تقربك إلى الله جل وعلا. وانت كتكثر من الطاعات، وانت كتكثر من العبادات، فيزداد إيمانك. ما ديرش طاعات بيوقع لك بينقص الإيمان ديالك. ولهذا من المسألة الرابعة من أسباب زيادة الإيمان ترك المعاصي. دير الطاعات كثر من الطاعات، واترك المعاصي تقربا إلى الله جل وعلا وخوفا من الله جل وعلا. بتحس بواحد الإيمان، بتحس بواحد حلاوة إيمان، بتحس بواحد زيادة الإيمان. تدوز قدامك واحد المعصية وتعرض لك واحد المعصية فتتركها خوفا من الله جل وعلا. ويتخلي هذه المعصية خوف من الله سبحانه وتعالى. تحس بواحد حلاوة إيمان، تحس بواحد حلاوة إيمان، فيزداد إيمانك، فيزداد إيمانك. فلا تنسى الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لكن أهل البدع، أهل البدع اش بيقولوا؟ المرجئة اش قالوا؟ قالك سيدي ما كيزيد ما كينقص، ما كيزيد ما كينقص، زاد. علاش؟ لأنه مع الدوم الإيمان هو إقرار بالقلب فقط. صليتي، درتي الطاعة، قريتي القرآن، ما كيزيد هو. درتي الزينة، ما كينقص، أكحلها راه ما ينقص. وهذا قول خاطئ. علاش؟ قال لك لأنك الإقرار بالقلب، هذاك الاعتراف بالقلب، القلب الناس راه فيه سواء، ما كيتفاضلوش في هذه المسألة، وهذا قول خطأ أصلاً. هذا قول خطأ. واش الإيمان ديال أبو بكر هو الإيمان ديال أي واحد من الناس؟ لا ما يمكن. يعني بالنسبة لهم هما كي إيمان أبو بكر كي إيمان واحد الإنسان اللي هو عاصي وحالها. بل قد عندهم حال الإيمان ديال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر لا يقبله عقل. لأنهم هما تبعوا الهوى ديالهم، كيزينوا الناس المعاصي، كيزينوا الناس البعد عن الله جل وعلا. وهذه أهل البدع. شو أهل البدع؟ في كل زمان ومكان
أهل البدع ديما شي تبغي يضربوا في الرموز ديال الدين، في الأصول ديال الدين، ها هما ما يقول لك كفر بالله عز وجل وما يقول لك بعد الله عز وجل، ولكن كيبدا يأصلوا لك على البدع ديالهم التي تؤدي بك إلى إما إلى المعاصي وإما إلى الكفر بالله جل وعلا والعياذ بالله. فبالنسبة لهم هما الإقرار بالقلب راه ما كاينش، سواء الناس ما كيتفاضلوش فيه، ماشي واحد أحسن من واحد. وهذا قول كذلك خاطئ يرده قول الله جل وعلا، وإذ قال إبراهيم ربي أريني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ولهذا قسموا العلماء اليقين لثلاث أقسام، قال لك حق اليقين وعلم اليقين وعين اليقين، وهذه درجات تفاضل فيها الناس. فلهذا هذا القول قول المرجئة وقول خطأ، قول خطأ يرده كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما خلاص الخوارج المعتزلة هادوك مشدين واحد الدرجة، ها بالنسبة لهم هما هادوك ما عرفوا لا يزيد لا ينقص. الخوارج دار المعصية كحل كفر، اش بيزيدوا هادي صافي دار المعصية كافر. والمعتزل اش بيقولوا؟ هو منزلة بين المنزلتين، ما نقولوا كافر ما نقولوا مؤمن، وشنا هو؟ هو في منزلة بين المنزلتين، اللعب يتلاعبون يلعبون ويضحكون على الناس ويضحكون على عقول الناس. لكن الله عز وجل في كل زمان ومكان يسخر لهذه الأمة علماء يبينون للناس عقائدهم الصحيحة في كل زمان ومكان. لا بد أن تجد من يدافع عن دين الله عز وجل، تجد من يقف بالمرصاد لكل من سولت له نفسه أن يطعن في أصول الدين. وهذه نعمة، إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. لا بد أن تجد دعاة الحق وعلماء الحق يبين للناس عقائدهم الصحيحة حتى لا يلتفتوا إلى من يزينون لهم المعاصي ويزينون لهم البدع. الإيمان يزيد وينقص، أو الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وينقص بالمعصية. وأهل السنة والجماعة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي، كما أن أهل السنة والجماعة ما كيكفروش المسلم بذنب بكبيرة بمعصية، ما تكفروش أبدا. علاش؟ القتل، قتل النفس، واش ذنب ولا ماشي ذنب؟ ذنب عظيم جدا، بل هو كبيرة من الكبائر. بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله ما السبع الموبقات؟ فذكر من الإشراك بالله عز وجل، ثم قال قتل النفس، قتل النفس بغير حق، من الذنوب العظيمة جدا قتل النفس. ومع ذلك الله عز وجل ماذا قال؟ قال ربنا عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وقع بهم قتال، اقتتلوا، لابد واحد يكون ظالم، ومع ذلك اسم الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، حتى قال الله عز وجل هذه بالنسبة للقصاص القتل، فمن عوفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فلم يخرج الله عز وجل من الملة. فأهل السنة والجماعة لا يكفرون المسلمين بالمعاصي، ماشي واحد مسلم يدير ذنب وتقول صافي راه كافر، كما يقع في زماننا هذا، فتجد من يكفر المسلمين بذنب. وهؤلاء أفراخ الخوارج. الخوارج خصك تعرف كفروا الصحابة رضي الله عنهم، كفروا الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا احنا باش قلنا خصنا نتبعوا الكتاب والسنة، إلا قلنا غير الكتاب والسنة، أي أهل البدع، أي فرقة من أهل البدع تيقول حنا تنهضرنا الكتاب والسنة. راه حتى الخوارج شد واحد المرأة وهذيك المرأة هي حامل، وهذيك المرأة اللي كتكفر الصحابة كفروا أزواج الصحابة قالوا نقتلوها، علاش؟ لأنها كافرة، فقتلوها. فاش قتلوها في الجنين خرجوا البطن ديالها، يعني فاش ذكروا البطن ديالها بقى واحد الجنين، ذاك الجنين باقي حي. قالوا واش نديروا؟ قالوا نقتلوه. قال لي الدليل؟ قال لي قال الله ولا يلد الا فاجر كفار. قتلوه باش قتلوه بالكتاب والسنه، ما قتلوش بدليل. هذا الشيء علاش العلماء تيقول لك لا يكفي الكتاب والسنه، لا بد ان تضيف اليها فهم الصحابه والتابعين وتابع التابعين.
مسألة فهم، لأن أي واحد دابا يبدا يفتح الباب كذا بس أي واحد يجي يقول أي واحد بغيت يدير البدعة يقول قال الله، فين قال الله؟ راه قال كذا وكذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولكن هذا الفهم اللي فهمتي أنت، واش هذا هو الفهم اللي فهموه الصحابة رضي الله عنهم؟ واش هذا هو الفهم اللي فهموه التابعون؟ واش هذا هو؟ فلهذا سبحان الله كتاب السنة على فهم سلف الأمة. فأهل السنة والجماعة لا يكفرون بالمعاصي، إذا أشباه الخوارج حتى في زمان هذا يكفرون المسلمين. تيقول لك كافر، علاش؟ تتعامل بالربا، كافر، كافر، كيشرب الخمر، كافر، يكفرون. وهذا ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أنه كفر مسلما. بالعكس، من قال لا إله إلا الله عصم من إليها دمه وماله. أسامة بن زيد رضي الله عنه. وتبع واحد من الكافر اللي تقاتل معاه تبعه وهذاك فالشابو يقول لا اله الا الله فقتل اسامه قتله رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال لي قتلته بعد ان قال لا اله الا الله واش قتلتيه فاش قال لا اله الا الله قال نعم قال انما قال تعوذا راه قال باش يهرب فقط قال شنو اللي سبق كيف بك كيف بك اذا جاءتك لا اله الا الله يوم القيامه واش شقيتي على القلب ديالو فأسامة بن زيد ندم حتى قتل هذا الرجل ندم شو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله صلى مسلم لا يحق لك ولا يجوز لك أن تكفره تأخذ بالظاهر ديالك تأخذ على الظاهر يدير المعاصي يدير الذنوب لا يجوز لك أن تخرجه من الملة لا يجوز لك أن تكفره وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون المسلمين بالمعاصي إذا اش غنقولوا فواحد المسلم تيدير المعاصي مسلم تيدير المعاصي واش نقولوا مؤمن نقول هو مؤمن ناقص الإيمان اش نقولوا لي مؤمن ناقص الإيمان إيمانه نقص كيدير واحد المعصية إيمانه ضعيف نقص كيدير معصية لكن عنده فلا يسلب او لا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم ما معنى ذلك الشيء المطلق وهو كمال الشيء ما نقولوش لا يعطى الاسم المطلق ما نقولوش هو مؤمن كامل الايمان ولا يسلب مطلق الاسم ولكن ما نسلبوش اللي اصل الشيء اللي هو الايمان ما نقولوش راه ماشي مؤمن نقولوا مؤمن لكن ايمانه كده كامل لا ما كاملش ولكن ناقص أو نقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته مؤمن بإيمانه لأنه يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدره وخيره وأصل الإيمان ولكن فاسق بكبيرته هذاك الكبير الذنب داو يتسمى به فاسق لكن بقي عنده الأصل شنو اللي هو الإيمان شو سبحان الله شو سبحان أهل السنة والجماعة كيف يتعاملون مع عصاة المسلمين لا يكفرونهم لا يكفرونهم كما يفعل الخوارج اللي قلنا شنو يقول بانه كافر يدير ذنب كافر والمعتزله يقولون هو في منزله بين المنزلتين لكن اهل السنه والجماعه ماذا يقولون هو مؤمن ناقص الايمان او مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته فلهذا سبحان الله نقول الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ولا نكفر أحدا من المسلمين بمجرد المعصية أو بمطلق المعاصي ولو بكبير فلا نكفره ما لم تخرج إلى حد الكفر ولهذا قال العلماء قال ابن تيمية رحمه الله أهل السنة والجماعة أعرف بالحق وأرحم بالخلق عارفين الحق وكيرحموا الخلق يعرفون الحق ويرحمون الخلق شو سبحان الله أهل السنة والجماعة كيف يتعاملوا بواحد المسلم اللي هو عاصي الله عز وجل ويرحموه ويدعونه إلى الله جل وعلا وما يسلبوش منه الإيمان والإسلام ولهذا مالك بن دينار رحمه الله عز وجل وهو يصلي في بيته فدخل لص ليسرق ما في بيته ومالك بن دينار وما أدرك ما مالك رجل زاهد عابد ورع البيت ديالو بيت زود ما في ما يتشفر فهذا اللص ما لقى ما يتشفر
ويبدا خارج ومالك بن دينار هو يصلي واقف بين يدي الله جل وعلا يصلي في بيته. فهاد الصدى غادي خارج فانتبه اليه مالك بن دينار فدعا اليه فقال لا بد ان تخرج بشيء، لا بد معك شي حاجه. هذا اللي قال بيتك خريب ما لقيت بيت شفر، قال لي لا بد شي حاجه. هذا شنو؟ هذا عاصي مسلم، عاصي سارق لم يكفر، بل سيدعوه الى الله جل وعلا بالحكمه والموعظه الحسنه. قال لي لا بد شي حاجه، ما تخرجش خاوي. قال لي اش بغيت ندير؟ قال لي بغيت تتوضا وصل لواحد ركعتين وسير بحالك. غير توضا وصل ركعتين وسير. فتوضا فصلى ركعتين فوجد راحه وطمأنينه وحلاوة إيمان وهو ساجد بين يدي الله جل وعلا. ولاش بغات الفلوس باش فرام؟ باش يزني وباش يشرب خمر. كان يحسب السعادة في الزنا وفي الخمر بعد الله عز وجل. ركاع سجد ويحس بالسعادة، السعادة الحقيقية هو طاعة الله جل وعلا. فهذا الرجل ولا كيمشي مع مالك بن دينار الصلوات الخمس، ظهر عصر مغرب عشاء الصبح، الناس انتابوا قالوا يا مالك اش درت لهذا السيد هذا؟ قال جاء ليسرقني فسرقته، جاء ليسرقني فسرقته، فانظر رحمك الله كيف كان اهل السنه والجماعه، كيف كان الصالحون يتعاملون مع اهل الكبائر، لا يكفرونهم ويرحمونهم ويدعونهم الى الله جل وعلا بالحكمه والموعظه الحسنه. فما اجمل السنه وما اعظم السنه وما احلى السنه وما اخبث البدعه وما اضل البدعه. فالزم رحمك الله سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليك بكتاب الله جل وعلا وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الامه الصحابه والتابعين وتابعي التابعين. فنسال الله عز وجل الثبات على هذا الامر حتى نلقاه سبحانه عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والحمد لله.